اسمي رملة حسن واسمي ممتاز أحمد، كلتانا في الفصل الثالث. موضوعنا اليوم عن فلسطين. اسمي فلسطين مخلوقة من طين، فليست إلا لنا لام، لأنها خلقت لنا سين، ستبقي وستعود لنا ضاء، طبعت على قلوبنا ياء. يا حد من شم هواءها نور، نسوا من يكونوا رجالها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر فلسطين، إن ذا نمحك الله ذا مصر رشا ذا مصر مسكو قابضاء فلسطين. هالكم معذور عن إكسس برشا، خير من ناجي الفرور إثبت من عقلك صفيفة. إن الحضر لا ينجي من القدر، فشن النصف وانترمبت، وإن الصبر من أسباب الضبط. And patience is one of the means of victory. استقبال الموت خير من استقباله. Death and welcoming. Receiving death is better than turning away from it. الطعن في ثغر النحور. Stepping through the hell of slaughterhouse. Above them is the proper one. يا آل فلسطين، all people of Palestine. قاتلوا فما للمنايا منكم. Fight for their Islam and to death. فاعلم أنه قال تعالى في سورة البقر آية 55. The Almighty Allah said in the second surah, سورة البقرة, verse 155. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. And certainly we shall test with you of something fear, hunger, loss of wealth, life and fruit. But give glad tidings to those who are patient. متيقن أنا أن الله معكم. I believe Allah is with you. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. Oh Allah, save our Muslim brothers and sisters in Palestine. نشكركم لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.